وهشام جوج خدامين حنا اللي تنحفروا يوميا كنخدموا ما عندناش المشكل لا الماء كاين واني هذا المشكل كاين يوم الجمعه كدير 9 ل11 واش كيقطعوا علينا واش البنبه ما بقاش كتجبد الله اعلم المهم هذا راه مشكل حنا دابا كنمشيو نجيبوا الماء من البومبه وجنا من البومبه وكنجيبوه من العمارات من عند الناس علاش ما فهمناش يوم الجمعه هذا يوميا كيطرى بحال هكا حتى في الليالي ماشي غير في الصيف حتى في الليالي كيوقع بحال هكا في الصيف والليالي دابا فاش كتقطع الماء الناس كتجي كيقولوا لكم نتوما اللي هنا كيجيو هنا كياكلونا تيقولوا لنا كيبغيو يصوتونا صاحبي تنحليهم المحل تنقول لهم ضربوا النقشه ها نتوما ها النقشه وهاجي تشوف نيت انت خويا دابا بعينيك ها هي ياك قدامكم هادشي اللي كاين هو هذا والسلام عليكم وعليكم السلام حنا رحنا في هذا المقبره راه حنا كنضربوا تمارا خويا يعني كتوجهوا لي ديالكم المسؤولين اي الله يرحم الوالدين دابا جايه الجنازه غندفنوها الماء ما لقيناش منين لقيتونا جايبين الماء جايبينه على التريبورتو من العمارات علاش مال هذه المقبره ما عندهاش راه عندها مسؤوليه وراه هادشي راه خصهم والبير ها هو كاين شوفوا هاد البير ما خدمتش هاد البومبه نديروا بومبه اخرى فهمتي ما كانش هادشي كله نجيبوا الماء ديال الدوله نديروه فهاد اذن المقبره هي كلشي كتجيك مراه ما كتعرفش يجيك راجل ما كيعرفش كيقول لك الماء انت اللي قاطعوا ليا امك با كيبيض دابز معاك حنا كنصبروا خدامين بعرك كتافنا حنا راه خدامين مع عبد العالي خدامين حنايا راه 100 درهم في النهار دفن 10 دفن 4 راه حنا خدامين كنضربوا تماره المجهود كبير مع الناس واللهم لك الحمد حتى حنا بغينا هذا الاجر هذا لينا والوالدين ولوليداتنا الله يرحم الوالدين كنبغي نوجه واحد الرساله وانا من هذا المنبر هذا تنبغي نوجه الناس المسؤولين حنا الله يرحم الوالدين هذه المقبره هذه راه ماشي عشوائيه راه حنا كنضربوا تماره هنا دابا الله يرحم الوالدين الا بغيتوا تعاونوا معنا نديروا اليد باليد هادشي كلشي غيتنقى المسؤولين كيضربوا تماره ها هما جوج الحفاره ها هما جوج ديال البنايه حنا هنا كنسخروا الناس اللي بغى شي بلاكه واللي بغى شي جير شي حاجه كنصابوا له الماء عندنا فيه مشكل مره كطيح البومبه ها هي الله يرحم الوالدين ها هي دابا الله يرحم الوالدين تنبغي نوجه هاد الرساله لهاد السلطات هادو الله يرحم الوالدين الله يجازيكم بخير ها هو الماء ملي تيكون الماء كنمشيو ملي كطيح البومبا د البير كنمشيو كنعمروا الماء من البومبا ها هو الناس في سبيل الله ها هو كما كتشوفوا دابا الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين كنطلب من الناس المسؤولين الله يرحم الوالدين حنا هنا راه حنا 5 الناس حنايا اللي مسيرين هذه المقبره كننظموها لوجه الله تعالى ما كنتسناو مبادره ما كنتسناو حتى شي حاجه دابا الله يرحم لكم الوالدين بغيتكم الله يرحم الوالدين كنطلب من جميع المسؤولين وبكل احترام ومع كامل احتراماتي الله يرحم الوالدين كنطلب من جميع المسؤولين كاملين يشوفوا من حنا الله يرحم الوالدين حنا 6 الناس هنا كنضربوا تماره حنا اللي امرتنا بها المسؤولين واللي امرونا بها المسؤولين ما علينا غير ننفذوه الله يرحم الوالدين الحفاره غارقين تماره البنايه غارقين تماره حنا اللي تنقيو تنجيرو غارقين تماره كلشي لوجه الله دابا الله يجازيكم بخير كنطلبوا توصلكم هذه الرساله هذه صنتوا لنا الله يرحم لكم الوالدين وحنا راه تحت التراب ديال رجليكم الله يرحم لكم الوالدين مع كامل احتراماتنا الله يرحم لكم الوالدين الا ما شوفوا من حالنا كنطلبوا من هاد المسؤولين كاملين كاع اللي مسؤول على ويسلان وداخل في المقبره ديال الرحمه يشوف من حالنا الله يرحم الوالدين جمعات نجي انايا تنقي العباد الله انا لله في سبيل الله تندير انا راه عساس ديال البارك عساس التريبورتور ديالي راه هو صوره والله الا الرويده راه مفشوشه شوف اخويا زيد حدا الموطا الرويده راه هي مفشوشه ومشيت للدار وعمرت من الدار ديالنا لحقاش كنشوف انا واحد السيده راه جايبينها دابا يدفنوها والماء ما كاينش وعباد الله جات مسكينه ترحم على والديها
وما لقاوش الماء. وشحال من واحد رجع، كاين اللي مشى شافهم ورجع بحاله ما لقاوش الماء. وطلعت لدارنا وعمرته من الدار وحق الله المعبود، وراه الرويده مفشوشه وجاي معمر عليها انا التريبورتور عامر بالبواده لله في سبيل الله. هذا العمل هذا من الجمعه للجمعه تنكون انا ها فينا نسول كاع عباد الله، كنجيب العسه ديالي، من العسه ديالي الجيلي ديالي كل عباد الله، تنحيد السوق لعباد الله. وهذا الماء هذا ها هو ها انت، ودابا بحال هذه البومبه هذه هي دابا حابسه، وهذا الشيء هذا راه كامل يزكاير. انا بوسلان اخويا احنا تنطلب من البلديه شوف تدخل في هذا الشيء هذا، ونديروا واحد المبادره لله في سبيل الله، ونبقاو نتجمعوا من نهار الجمعه للجمعه ولا من الخميس، نجمعوا الدراري ونديروا لله في سبيل الله الشوك نقيوه. هذه لله في سبيل الله نقيو لهم حنايا سميتو باش البنايه يلقاو كيديروا يبنيو، والناس اللي غتجي ترحم على والديها يلقاو كيديروا يرحموا على والديهم، تيلقاو الشوك اصاحبي الحنوشه كاينين ها فينا. والله العظيم الا الحنوشه اقسم بالله والله الا اليوم الله ضل يتشحم الشوكه قداش نحيدها انا لله في سبيل الله. وعلاش هذا الشيء هذا البلديه وهي دوزوا عندنا حنا ندوزوا على هاد الحومه هذه نزوا منها 10 وهاد الحومه نزوا منها 10، راه كاينين الناس اللي باغيين يديروا هاد الشيء اجر. نحيدوا خويا الشوك، الشوك هو الاخر نحيدوه وحق الله. شوف بس شوف اللي بغاو يبنيو البنايه ما يلقاوش الشوك، الناس اللي باغات تجي ترحم على والديها ما يلقاوش الشوك، وراه حتى راه خاص البلديه يديروا يديهم هكا ونتعاونوا بعضياتنا. دابا هنا الروضه اللي كينقي الروضه تيتخلص كيحيد من هذا القبر وتيلوح فوق هذا القبر، فهمتي؟ كيجيو يحيدوا من هذا القبر يردوه لهذا القبر هذا، وكيجيو الناس كيبقاو تيشكيو الله الا حشومه عيب. علاش ما يكبرش بنادم الموضوع بزاف وتبقى الهضره بزاف؟ هذا البير هذا خصو يتنكس او يدير طواليط هنايا والامور راه مزيانه. يعني انتم خدامين هنا في المبارك كتلقاو اشكال؟ احنا عندنا احنا راه البلديه واقفه على هذا الشيء، ودرنا الوريقات ديالنا والقانون وكل شيء، خصنا طواليط، خصو طواليط هنا في المقبره، والسي الخالدي راه واقف على هذا الشغل هذا، والاعضاء راهم واقفين خدامين باش ما يبقاش بنادم يكذب يقول لك لا هاد البلديه ما البلديه نحملوهم المسؤوليه كاملين. ولكن انتم الاشكال اللي كتلقاو دابا مع الاشكال اللي كاين هنا دابا فاش يوقف الماء تيبقاو الناس يقولوا شكون اللي قاطع الماء، فهمتيني؟ باش يعرفوا الناس واش هذا الماء هذا محسوب على الفوريان ولا محسوب على المقبره. شكون اللي تيقطعوا علينا دابا؟ الناس دابا تيقولوا لك شكون اللي كيقطع الماء، ما عارفينش شكون اللي كيقطع الماء حيت المكانه ديالو كاينه في الفوريان، فهمتيني؟ تيقولوا بلي راه كيطيحوها من الفوريان، وهاد المشاكل هادي ما بغيناش تبقى. الحمد لله راه البلديه واقفه على هاد الشيء، فهمتي؟ وحنا راه ولاد البلاد وكتجينا الغيره على الناس، حنا راه ما كنبيعوا لا ما لا والو، حنا كنخدموا وكنبنيو لعباد الله، والدراري كينقيو هنايا، فهمتي؟ وكيجيبوا حتى الماء كيجيبوه في سبيل الله وكيجيبوها هما. دابا جيتي بعينك لقيتي الدراري كيجيبوا الماء بالتريبورتور، واش التريبورتور ب 600 ريال ولا 500 ريال، وانت تجيب البواده ويديهم الناس فابور، راه تيخلص هاد الشيء الدري من جيبو. هذا هو المبادره، هذا دايروه بسبيل الله مع الجمعه، والله ما كاينش الدريان. بعد ما شفنا هاد يعني المشاكل اللي كتعانيوا منها وكذا، واش تواصلتوا مع المسؤولين؟ شنو داروا معكم المسؤولين؟ راه قايمين اخويا بالواجب، راه جاو لعندنا وداو الوريقات ديالنا، علمونا دينا حسن السيره، ريقلنا في البلديه الوريقات باش راك عارف دابا شنو تواصلتوا مع الرئيس الجماعه السي الخالدي، راه جا جوج خطرات واقف على شغله بيدو. وواحد القضيه اخرى داروها مبادره مزيانه باش يعرفوها الناس الوزيد، بالله الفيديوهات اللي تلاحوا وهادشي اللي ناض هاد الدجه هادي راه ولات بالنفع. علاش؟ ماشي الخالدي بوحدو اللي غيقدر يدير هادشي كامل، الناس تعاونوا، خص المعارضه وجنابو تا هما يعاونوه يدعموه، بالله يبينوا بالله خدام، فهمتي كيفاش؟ ماشي يبينوا باي حاجه تمشي يشكي بنادم الرئيس ما دارناش، الرئيس راه وقف على هادشي، الناس الوزين راه ما بقات لا 16000 لا 20000 للقبر لا والو. دابا 4000 ريال القبر فيها اللحد وفيها كل شيء، واللي ما عندوش فابور هادي هانئا الناس دلوزين. علاش؟ حيت الدراري دلوزين راه واقفين على هاد الشغل بيديهم، وكل شيء كيهضر على المقبره وكل شيء داير بالو مع المقبره. علاش؟ حيت تجيهم غير على الحومه، هادي هي النظريه. وقضيه اخرى وقلنا للسي الرئيس على الطواليط، خصها تكون طواليط، والمقبره هادي راه عمرت. دابا هاد المقبره عمرات؟ كاينه مقبره، مقبره جديده راه داروها فيها منظم داك الشيء، وغيكون داك الشيء على حقه وطريقه، وها البيرو ديالها، بيرو ديال الجمعيه، فهمتي؟ واللي ما عندوش فابور غيتدفن.
شي بنادم كاريبيت ب 6000 ريال دخلنا عليك بالله ما تخلى المرأة اش غتشد منها بشي قبر ولا يعطيوها للمحسنين عاد يبقاو يجمعوا لها حشومة قدام العائلة يبقاو يجمعوا لها الناس الفلوس. هذه باش يعرفوا الناس زويسلان حنا ولاد البلاد وهو عندنا الغير على هذه البلاد. بالنسبه لواقي السلطات يعني ما كتلقاوش مشكل؟ السلطات اخويا راه واقفين على الشغاره واقفين خدامين شغلهم ماشي حنا نبقى يقول لك تيمدحوا لا البوليس لا واه تيخدموا معاهم ولا البوليس تيجيو لهنا تيديروا دوريات كاين الباب اللي من الحلولة من اللي تيوقع الكريساج البوليس راه كيجيو باش نقولوا حنا البنادم اياك تمشي تسرق شي لعبه دابا من المقبره راه كاينين البوليس كيجيو كيحضيو الباب اللورانيه راه فهمتي. النقطه السوداء هي مور المقبره النقطة السوداء اللي كاينة في الكريساج في الوزين هي مور المقبرة باش يعرفوها الناس. أنا بعدا نقول لك واحد القضية تنفعنا من المقبرة قطعنا الكارو قطعنا الحشيش قطعنا الشراب جاب الله لعبو كنصلي ودرنا وليداتنا اللهم لك الحمد. السلطات عارف أنا مزيان كل ما كانش فينا ما عارف أنا متابعينا عارفيننا مزيانين راه ما غيخليوناش هنا يعني راه كاينة الدوريات ديال البوليس كيجيو هنا كيكونوا في العشية غالبيا تيكونوا في العشية فهمتيني حيت هذيك الباب محلولة اللي من ليه وتيبغيو يدوزو من هنايا خص الناس راه واقفين على شغلهم راه كيجيو لهنايا كنقول لي كاين انا حيت انا حنا في المقبره واستفدنا من المقبره باش ما نكذبوش وما نوهبوش وما نسرقوش وما نحطوش الباطل على بنادم وما نمدحو حتى واحد وحنا ما كنخافو مع حتى واحد حنا اللي ربي اللي رزقنا هو اللي مخلي لنا هذا الرزق هنايا واحد الرزق قليل وكنخدموا البنادم فابور كما قالت لك السيده قبيله قالوا لكم الناس هذه الهضره انتم اصحاب الصحابه قال لكم خوي ما كيبني فابور لعباد الله كاين هذه الهضره ولا ما كاين قال لك سمح لهم كاع وتقليل على رقبتكم واش عاودوا لكم الناس هذه الهضره ايوا اللي عاودوها لكم صافي انا راه من الامارات للمقبره من الجزائر للمقبره انا هذه المقبره شدان هذه المقبره الماء مقطوع ها بقينا الماء مقطوع مشاو الماء من الدار قريت نمشي للدار باش نجيب الماء خصنا نبني القبر ديال الوالده الله يرحمها واضطريت نمشي نجيب الماء من الدار ما عندي ما ندير يعني واخا كاين الروبيني هنا وكاين يعني البير ما لقيتوش ما لقيناش الماء الماء مقطوع عندهم كيقول لك الماء كل جمعه تيقطعوا الماء ما عرفتش السبب مناش اضطريت باش تبني القبر باش نبني القبر ديال الوالده الله يرحمها اضطريت نمشي للدار نجيب المواده كما كتشوف راهم قدام كنجيب المواده ولا خصو شي ما كنعطيو له في سبيل الله وكنطلبوا من المسؤولين يردوا على الاعتبار الوصلان ويسلطوا عليها الدور الاعلامي ديالها لعب الدور ديالو المناسب باش نفكوا بزاف ديال المشاكل ماشي غير ما اللي ناقص في المقبره بزاف ديال الحوايج خص المقبره اصلا خصها تنقى خص يكون عندها اهتمام. تنشوف واحد المجموعه تاع الدراري هنا متطوعين كيخدموا كيلقيوها ولكن شنو رايك في هذه العمليه؟ خويا خص هذه العمليه خصها تحسيسيه بزاف يعني هادو اللي كيديروا مجهود هاد 4 ولا 5 الدراري ما كافيش هنا ما كافيش اخويا كتعرف علينا حنايا الناس المسؤولين الغيورين على ويسلان انهم يديروا واحد الالتفاف حول المدينه باكملها يعني في جميع الميادين في شتى الميادين انتم راه ادروا بما كاين يعني الخصاص اللي تيوقع فيه ويسلان من ناحيه الرياضيه من ناحيه الفنيه ولا من ناحيه ديال الدينيه اصلا كنعيشوا خصاص. كل جمعه السلام عليكم بعدا اول حاجه كل جمعة سيدي كتجيو هنا هاد المقبرة الماء ما كاينش مقطوع ديما مقطوع في كل جمعة يعني كنبغيو نترحموا على والدينا ونترحموا على الأموات كنلقاو ديما مقطوع الماء هادشي راه خص الناس يدخلوا خص المسؤولين يدخلوا في هادشي هذا يعني هاد المساكن هادو راه كنلقاوهم ديما كيتسخروا لنا يعني كيجيبوا لنا الماء كيجيبوا لنا من البعيد خص الناس يدخلوا ويشوفوا شنو هاد الشيء هذا اللي واقع هنايا هادشي راه مشكلة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب بارطاجيو الفيديو ديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.